السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كمان نستمر إن شاء الله كل فترة نصور شيء من الزراعة المائية الناجحة. واليوم إن شاء الله نصور لكم الفلفل. الفلفل طبعا هو قرن الفلفل، قرن الفلفل طبعا هذا القرن من النوعية الحلوة، مش الحارة. فهذه أصل النبتة هنا، هيها هذه هي. طبعا المواد الآن في الزراعة المائية نسبة الأملاح فيها تقريبا 2000. طبعا قلنا إنه الزراعة المائية بالنسبة لأي الثمريات يعني تكون الحد الأعلى للنسبة 2500، فلو إن حطيناها 2000 يكون هذا جيد. طبعا الثمار الفلفل من حوالي يعني أزرعها 5 أشهر، يعني من شهر 4 إلى تقريبا الشهر، نحن في الشهر العاشر، تشرين أول، الآن يعني أثمرت ما شاء الله. الأخوة الزراعة المائية شيء جميل جدا. انظروا مثلا حجم القرن الفلفل، طبعا تقريبا هاي 2 3 3 قرون، هذه في شتلة واحدة، هاي قرن صغير هنا، هاي كمان واحد، في كمان نفس النبتة، نفس النبتة لها أكثر من فرع، يعني تقريبا الآن تحمل ما يقارب 10 أو أكثر. يعني لو أنا أريد أن أفتش أكثر، لها أزهار، أزهارها هاي أزهار الفلفل. هون كمان أزهار الفلفل، هذا قرن فلفل صغير يعني ما شاء الله. هاي كمان هون واحد صغير، هاي هون كمان قرن، هون يعني تقريبا 10 قرون فلفل. فناجحة ممتعة، يعني نستطيع الآن أن نقطف هذا القرن من الفلفل ونأكله أكلا هنيئا مريئا. يعني لو أنه الواحد مثلا عمل تقريبا، نقول يعني عشان يكون في ناتج، يزرع 10 فلفلات وكل يوم تطلع له مثلا 10 قرون من الفلفل، يعني أتوقع هذا كافي جدا. يعني 10 شتلات من هاي هنا واحد كمان، هذا لا يريد أن يؤكل، يتخبأ. فما شاء الله يعني نظام سهل، لا غير مكلف، يحتاج لمتابعة، ولكنه بشكل عام نظام ممتع ومسلي. وشكرا جزيلا لكم.